افتتاح سوق الاسهم السعودي خلال تداولات هذه الجلسة كان بأداء سلبي، الخسائر ما بين خسارة المؤشر 12 نقطة 13 نقطة، ولكن كما نلاحظ استمرار المؤشر بالأداء السلبي استمر لعدة دقائق فقط قبل أن يعود المؤشر لمعاكسة هذا الأداء السلبي إلى أداء إيجابي، نلاحظ الارتفاعات بالنسبة إلى السوق والذي يستمر حتى هذه اللحظات. عموما ما بين خسارة المؤشر 13 نقطة واكتسابه ال 14 نقطة، نلاحظ أيضا في هذه المنطقة عودة المؤشر للتراجعات، إذا هناك حالة من التذبذب بالنسبة إلى أداء السوق ما بين التراجعات والارتفاعات ولكن نأمل أن يشهد السوق أداءً إيجاباً إيجابياً يحافظ عليه حتى نهاية تداولات هذه الجلسة. حتى الآن إذا نلاحظ التذبذب ما بين 14 نقطة إلى ما يقارب 13 نقطة، ارتفاع بنسبة العشر في المئة 7663 نقطة بالنسبة إلى سوق الأسهم. وكما أشرنا بالنسبة إلى السوق، السوق إذا خلال الشهر الماضي حقق أعلى ارتفاعات بالنسبة إليه، إذا لم يحققه منذ أغسطس لعام 2015. بالنسبه للارتفاعات الجيده التي حدثت يقابلها تراجع بالنسبه الى مستويات السيوله تراجع ايضا بالنسبه للصفقات التي ابرمت طوال الشهر الماضي هناك علاقه عكسيه ما بين الصفقات والسيوله والارتفاع الذي حدث بالنسبه الى سوق الاسهم السعودي من سوق الاسهم السعودي دعونا ننتقل الى ابرز الاعلانات بالنسبه الى الشركات نبدا هذه الاعلانات باعلان شركه نت معادن نتائجها ماذا هناك بالنسبة لشركة معادن؟ هناك إذا التحول للربحية خلال العام، حققت معادن خلال العام 714 مليون ريال خلال عام 2017 بأرباعه الأربع، بالنسبة إلى الربع الأخير من عام 2017 إذا هناك خسائر ب 104 ملايين ريال خلال الربع أيضا الأخير. الأسباب التي أدت إلى الارتفاعات إذاً خلال الأربعة أرباع بالنسبة إلى معادن هو ارتفاع إيرادات المبيعات والتي قدرت بنسبة 28% خلال العام إذاً برمته، هذا بالنسبة إلى معادن إذا نظرنا إلى أداء السهم خلال تداولات هذه الجلسة، شهدناه بالنسبة للأمس كان هناك تراجع لا زال السهم يحافظ على نفس التراجعات إذاً خلال تداولات اليوم هناك خسارة للريال و97 هلله، 3.14% 54 ريال و60 هلله، نلاحظ الافتتاح السلبي بالنسبة إلى مع معادن واستمرار السهم أيضا بالسلبية، ولكن نلاحظ اليوم رغم حركة التذبذب بالنسبة للسوق ما بين التراجعات والارتفاعات نلاحظ بأن معادن إذا تحافظ على تراجعات نستطيع اعتبارها ثابتة منذ بداية التداولات حتى الآن، بالانتقال من معادن إلى شركة الحمادي، بالنسبة لشركة الحمادي دعونا ننظر إلى نتائجها خلال اذا الربع خلال العام وخلال الربع الاخير اذا هناك ارتفاع بالنسبه لارباح العام بنسبه 48% ما حققته هو 108 ملايين ريال اذا نظرنا الى ارباح الربع الاخير اذا بالنسبه لشركه الحمادي خلال الربع الاخير الارباح بلغت 193% كارتفاع اذا محققه 30 مليون ريال ما الاسباب التي ادت الى الارتفاعات بالنسبه لشركه الحمادي اذا نتيجه تحسن الشروط التعاقديه مع بعض العملاء كان لذلك الاثر الايجابي بالنسبه الى أرباح سواء بالنسبة إلى العام أو بالنسبة إلى الربع الأخير الذي كان إذا هناك ارتفاعات ملحوظة إذا ما قورنت هذه الارتفاعات بنفس الفترة إذا من العام الماضي أيضا أعلنت الحمادي على استحواذها على شركة الخدمات الطبية المساندة مقابل 48 مليون ريال هناك أيضا إعلانها عن استلامها موافقة وزارة الصحة البدء في التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي فرع النزهة بالرياض جميع هذه العوامل كانت لها انعكاساتها الإيجابية على أداء السهم خلال تداولات هذه الجلسة السهم لليوم 41 هلله يكتسبها ارتفاع بنسبه 1% 40 ريال و10 هللات نلاحظ منذ بدايه تداولات هذه الجلسه الاداء الايجابي بالنسبه الى السهم والارتفاعات الجيده آه يعني نلاحظ الان قلصت جزء من المكتسبات التي جناها في بدايه التداولات ولكن بشكل عام الاداء الايجابي هو المسيطر اذا بالنسبه الى شركه الحمادي دعونا ننتقل من الحمادي الى بدجه السعوديه خلال اعلان الشركه عن نتائجها اذا بالنسبه الى نتائج الشركه خلال العام هناك انخفاض بنسبه 12% الخسائر المحققة 149 مليون 500 ألف ريال، بالنسبة إلى الربع الأخير من عام 2017 انخفاض أرباح الربع الرابع وذلك بنسبة 33% إلى 21 مليون 600 ألف ريال كخسائر، الأسباب التي أدت إلى الخسائر خلال أربعة أرباع وخلال الربع الأخير من عام 2017 هو انخفاض إيرادات التأجير الذي أثر سلبا إذا على نتائج الشركة خلال العام وخلال الربع الأخير. إذا نظرنا إلى أداء سهم بادجت خلال تداولات هذه الجلسة إذا هناك انعكاس للنتائج والتراجع بالنسبة للأرباح على أداء السهم خلال تداولات اليوم 71 هللة خسارة 2.14% 28 ريال و70 هللة بالنسبة إلى إذا الشركة خلال تداولات اليوم افتتاح الشركة كما لاحظنا منذ البداية للآن هو أداء سلبي بالنسبة إلى السهم ولكن السهم حافظ على نفس الخسائر لنلاحظ حركة تذبذب سريعة بالنسبة إلى السهم خلال تداولات هذه الجلسة بالانتقال إذا من بجت إلى هرفي بالنسبة إلى هرفي إذا كان هناك توصيه مجلس اداره شركه هرفي للاغذيه بتوزيع ارباح نقديه بنسبه 11% وبواقع ريال و10 هللات للسهم وذلك عن النصف الثاني من عام 2017 اذا نظرنا الى اداء هرفي هرفي تتفاعل بجانبين توزيع الارباح وايضا فيما يتعلق بالارتفاعات التي حدثت لسوق الاسهم خلال تداولات هذه الجلسه اذا 21 هلله سهم 47 ريال و60 هلله إذا هذا هو الأداء الإيجابي بالنسبة إلى هرفي قلص جزء من المكتسبات ولكن وتيرة السهم جيدة ويشهد أداء إيجابياً